أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير استمرار الدولة في توفير الخدمات الصحية بمستويات عالية بما يلبي طموحات المواطن عبر المزيد من المؤسسات الصحية. وشدد الرئيس البشير لدى افتتاحه اليوم مستشفى جبرا للطوارئ والإصابات في الخرطوم، شدد على استمرار الدولة في تقديم العلاج المجاني والتوسع في مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين والخدمات الصحية. وأشار رئيس الجمهورية إلى عدم الحاجة إلى السفر للخارج طلبا للعلاج في ظل ما توفره المؤسسات الصحية الوطنية من خدمات علاجية متطورة تؤمن العلاج في الداخل. وكشف البشير عن مقترح في بداية الإنقاذ بحظر سفر الأطباء ذوي التخصصات النادرة قبل أن يستعاد عنه بمشروع التوسع في التعليم العالي، وأشار إلى نجاح مشروع توطين العلاج بالداخل، وقال إن الذين يطلبون العلاج في الخارج لديهم المال أو يرغبون في السفر فقط. بيدي طبعا هذا المستشفى في إطار الاهتمام بالإنسان السوداني أينما كان، والاهتمام بصحة الإنسان السوداني أينما كان. ولو تعددنا برامج التي نفذت أو يجري تنفيذها للحفاظ على صحة الإنسان والمواطن السوداني نجدها كثيرة جدا، تبدأ حتى في مجالات أخرى. لو تحدثنا عن التعليم، فالتعليم هو حقيقة لزيادة الوعي وتحرير الإنسان من كثير من القيود حتى يستطيع أنه يفكر لنفسه ويدبر أمره. الاهتمام بمشروع مياه الشرب، مشروع زيرو عطش، أيضا يصب في اهتمام بصحة الإنسان، لأنه أخواننا الأطباء بيقولوا أنه كثير من الأمراض هي أسباب المياه الملوثة. من جانبه قال والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين إن حكومته عازمة على توفير الدعم والتمويل اللازم لإنشاء المؤسسات الصحية وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بما يؤمن لهم العلاج الميسر. وأشار الوالي إلى أن الخارطة الصحية وصلت نسبة تنفيذها إلى 97%. أخذا بأسباب الشفاء والوقاية من الأمراض، فقد كانت الخارطة الصحية والتي حدثت في العام 2016 والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 97% تقريبا. إنما النمو السكاني الذي يطرأ سنويا على العاصمة يجعل من الخارطة محل مراجعة سنوية، فوصلت مستشفيات الولاية 53، وبهذا تكون 54 إن شاء الله. هذا وقد استطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من الكوادر الطبية حول سياسة وزارة الصحة بولاية الخرطوم في نقل الخدمات الصحية إلى الأطراف. الخطة بتاعت نقل الخدمة الصحية إلى الأطراف خطة ممتازة وخطة معمول بها عالميا، لكن التخوفات اللي ممكن تنتج من انه نحن لما لازم نرفع الوعي عند المواطنين في الاطراف والثقة بالمستشفيات بالمستشفيات اللي بتدعم لهم دي. ليه؟ لانه احنا مثلا لاحظنا في ام درمان في مستشفى مبدا وفي مستشفى الراجحي وفي مستشفى اسمها جايكا، لغاية هذه اللحظة الناس بيحاولوا يفضلوا يجوا ام درمان، يعتبروا ام درمان ممكن يجي في ام درمان يلقى طبيب خبرة بسيطة جدا، ويمكن يكون هناك في مستشفى مثلا ومبدا يكون قاعد طبيب ذو خبره عاليه، لكن الناس عموما بقى نفسيا بترتاح لمستشفى ام درمان. من السفر الكثير الى الخارج والمؤتمرات البحضر لازم تكون هناك مستشفيات في الطوارئ عشان يتلقوا العلاجات باكمل الوجه. بعد كده بيمشي للمستشفيات المرجعيه لما تكون في حاجه يعني صعبه، داير مراجعة، داير أكثر من أخصائي، أكثر من استشاري، فهي فكرة عالمية وأنا عندي دبلوم إدارة المستشفيات. عموما المستشفيات كانت تكون سنتر، فالمستشفيات لما تكون تخصصية وطرفية بتسهل المواطن من الأماكن البعيدة وصوله للسنتر يكون في أماكنهم. يعني إذا مثلا حصلت حوادث أو حصلت أي حالات طارئة يكون قريب للمواطن. يعني لما يمشي سنتر للخرطوم او سنتر ام درمان بتكون المسافه بعيده فباثر على الحاله. يعني في النقل المستشفيات من داخل من الخرطوم الى الاطراف بالنسبه لنا انه المريض في البدايه في الاطراف بيكون شنو رعايه اوليه،
بيكون بيقدم له رعاية أولية إنه بيشوفوا الحاصل شنو بالضبط كده في البيشن في المريض في البداية. بعد كده من في بتستصعب عليهم بعض الحالات ما بيقدروا يصلوا للعلاج أو ما بيقدروا إنه يقدموا لها الرعاية الكافية، بيقوم بتتحول إلى داخل الخرطوم. ويأتي افتتاح مستشفى جبرة للطوارئ والإصابات ضمن سياسة وزارة الصحة بولاية الخرطوم في نقل الخدمات الصحية إلى الأطراف، إذ يعد المستشفى من أكبر المستشفيات المتخصصة في مجال طب الطوارئ، ويعول عليه كثيرا في إنقاذ الحالات الحرجة التي تنجم عن الحوادث المرورية وغيرها. سياسة نقل الخدمات الطبية إلى أطراف العاصمة التي تتبعها حكومة ولاية الخرطوم قبلت بتخوفات من قبل المواطنين وبعض الكوادر الطبية التي عدت الخطوة بمثابة تجفيف لمستشفيات وسط الخرطوم، في وقت تراها وزارة الصحة بالولاية خطوة في الاتجاه الصحيح. هناك 18 مستشفى آلت إلى ولاية الخرطوم، والآن عمرها 7 أعوام في ولاية الخرطوم وشهدت تطور كبير لم تشهده من قبل. فأي تخوف من أنه المستشفيات تجي إلى الولاية هذا أمر دحضه الزمان ودحضته التجربة، بأن هذه المستشفيات الآن أصبحت أحسن من ذي قبل، وهذا تطور طبيعي. يعني نحن حقيقة مستشفيات الطوارئ هي عديدة، ولكن هذا المستشفى ينفرد بأهمية خاصة لأنه كله طوارئ وحوادث، وبه كل الإمكانات التي تعين المريض وتغطي النافذة الزمنية من الإصابة للعلاج، وهي نافذة مهمة جدا. سرعة العلاج في حوادث الطوارئ هي السرعة في أداء التشخيص وفي أداء العلاج. الخطوة أثارت تساؤلات عديدة تحتاج إلى إجابات واضحة بحسب مختصين، في وقت يرى البعض ضرورة ربط المستشفيات الطرفية بالمستشفيات المرجعية التي خصص لها وسط الخرطوم، وذلك تسهيلا لإجراءات المواطنين خاصة عند الحالات الحرجة. لازم يكون في سيستم بين الخدمة الطرفية وبين المستشفيات المركزية، بمعنى المستشفى الطرفية ما عنده الإمكانيات لأنه ممكن يتقبل أشياء، لكن العلاج بيتم على مراحل، في أشياء ما حتكون موجودة في الخدمة الطرفية. فيبقى نحن عشان قدمنا الخدمة الأساسية في المستشفيات الطرفية عايزين ننقل نكمل باقي العلاج في مستشفيات في وسط الخرطوم في سنترال أو في مستشفى. طيب لازم يكون في سيستم مربوط، السيستم ده بتاع كوميونيكيشن بيدخل فيه الاتصال، بيدخل فيه الإسعافات، بيدخل فيه التواصل أصلا. المستشفى الطرفي كيف حيتواصل أصلا مع المستشفى المركزي؟ نظام كمبيوتر، نظام يدوي، نظام كده. فلازم المسألة دي تترتب تماما عشان ما يضيع العيان في النص في حلقة وسطى بالنص. رفع ثقة المواطنين بالمستشفيات الطرفية يراه متابعون أكبر تحدي سيواجه حكومة الولاية في المرحلة المقبلة، نسبة لما تكون لديهم من صورة ذهنية سابقة تجاهها. تجربة نقل المستشفيات من مركز العاصمة الخرطوم إلى الولاية تراها مراقبون إيجابية، ولكنها تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود بربط مستشفيات الأطراف بالمركز. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم.